هلا جميلاتي، اليوم حلقتنا مكياج سهرة سهل وبسيط، أي واحد يقدر يستعمله، ما يهم أنت شنو لون بشرتك، لون عيونك، مكياج يمشي فعلا ويا كل ألوان البشرة وكل ألوان العيون. يا ريت لو تبقون تشاهدون هاي الحلقة لأنه نطيتكم نصائح كلش هواية تفيدكم بمكياجكم اليومي، أو إذا أنتم خبيرات مكياج تستفادون من المعلومات حتى تفيدكم بحياتكم العملية. أحب أذكركم العنايه البشرة أهم شيء قبل المكياج، وتحطون الساند كريم يوميا مهما يكون إذا أنتم طالعين لا لا، لأنه أشعة الشمس ممكن تفوت من الشبابيك. بسطت الأمور عليكم هواية، أتمنى تستفادون منها. إذا أنتم ما مشتركين بقناتي فياريت لو تشتركون تسووني لايك وتشاركون الفيديوهات، ما تتفرجون الفيديوهات الثانية هم اللي قدمتها لكم، كلها بيها نصائح مع المكياج تفيدكم بالحياة الحقيقية ومو بس للتصوير، يعني النصائح اللي تفيدكم إن المكياج يبقى يطول وياكم السهرة كلها والنهار كله، مهما كلش قد درجة الحرارة برا عندكم، عندكم مطر، عندكم شمس، عندكم حر، عندكم برد. واحكي عن خبرة فوق 20 سنة بالمكياج ويا زبائن حقيقيين مو بس مع المجلات، لأنه المكياج الحقيقي مع العرايس واحد ما يقدر يخفي العيوب نهائيا لأنه الكل راح يشوفه. أتمنى تعجبكم هاي الحلقة وتستفادون منها، ما راح أطول عليكم، خلينا نبدأ. أوكي، حطيت أنا المرطب مع الوجه، حاطة سانسكرين وحطيت البرايمر حتى أختصر الوقت. البرايمر اللي استعملته اليوم مع الأورديناري الهاي أدهيزيف سيليكون برايمر، لأنه راح استعمل الكرايولن تي في بينت ستيك فاونديشن اللي هو أعلى تغطية موجود بالعالم أتصور. إذا ما عندكم الكرايولن ما تقدرون تحصلون عليه. الميك اب فور إيفر همينا أتصور نفس الشيء، لا تقولون أحد، إما كرايولن أو ميك اب فور إيفر البينت ستيك اللي هي تكون هاي الواكس بيس، كلش ثخين، تغطية مالته كلش عالية. بالنسبة لعمري يعني لأنه صار عندي تجاعيد وفاين لاينز وابتسامات لاينز مال ابتسامات، أحب أخفف الفاونديشن، ما أحب يكون كلش ثخين. أوكي، أحب الفول كوفرج أكيد، بس مو أحب يكون ثخين كلش. أوكي، راح أجيب برشة الستيبل براش اللي هي الشعر مالتها مو كله متساوي. أوكي، أكو قسم من الشعرات أقصر من الثانية، راح أخلي عليها البرايمر. أو تقدرون تستعملون الميكسينج ميديوم إذا تحبون، أو جليسرين ماي ورد، وهذا الخليط نفس الشيء راح يعطيكم. تقدرون تخلون البرايمر على البرشة، ما تحتاجون هواية، أو تخلوه على ظهر الإيدان، أحب هيك حتى أقدر أزيد وقت الحاجة. وهذا البينت ستيك مالتي مو مال زبايني، فأقدر أستعمله رأسا مباشرة بالبرشة وأبدأ بالتغطية. أبدأ من نص الوجه وأطلعه. كراح تشوفون هذا راح يغطي معظم البلاميشيس، يعني معظم التلوينات اللي عندي. مثلا عندي بشرة غامقة حوالين الفم هنا، عندي حباية طلعت لي هنا قبل فترة ما رايحة، بس أسوي لها ستيبلين هيجي. أوكي، ما أسوي لها فرق حتى ما أشد البشرة، وهم من بهالحالة راح أحصل على أكثر كمية فاونديشن ممكن. ضروري تنزلون الفاونديشن للرقبة حتى لو الفاونديشن اكزاكتلي نفس الشيء مثل لون بشرتكم، لأنه التكستشر يختلف. إذا تخلون الميك اب عشان تسوون مكياجكم، رجاء لا تخليهم يرجعون على الفاونديشن ياخذوا بالبرشة، تأكدوا أنه دائما يشيلوه بسباتشولا، يخلوه على باليت أو على ظهر الإيد، ويستعملون المادة بس اللي أخذوها من الفاونديشن بدل ما يرجعون هنا، لأنه راح يرجعون كل البكتيريا والجراثيم الموجودة على وجهنا بشكل طبيعي. دائما تفكروا بأمانتكم أنتو، الجمال حلو بس ضروري همينا تركزون أنه تحصلون على الجمال بطريقة سليمة، لا تجاسفون صحتكم ولا صحة بشرتكم، لأنه تعرفون شقد صعب العلاج مع البشرة إذا البشرة تتعب. اليوم صبغت شعري، فتشوفون هنا صار عندي صبغ ما شعر، فراح اغطيه هسه ويا كونسيلر لا تخافون. نو عادة اقولكم استعملوا كونسيلر واكس بيست على جفن العين، بس هذا لانه كلش واكس بيست ومادة كلش ثخينة ما بيها مي ما بيها دهون هواية، راح استعمله على جفن العين. واني حاطة اوريدي البرايمر، حاطة اكشلي نفس البرايمر مال اورديناري
ما استعملت اي برايمر مختص بالعين، لانه احس هذا الاورديناري يعني استعمله على كل زبايني ويمشي بشكل كلش حلو على العين، ما ياثر على الاي شادو نهائيا. بس شنو طبعا دائما مثل ما اقول لكم دائما تاكدوا انه دائما تثبتوا ويا سيتنج باودر. وهمين اذا تشوفوني مدى احرك بس بالضغط الخفيف. لاحظتوني عفت هاي المنطقة لانه هاي المنطقة عندي تجاعيد، اني احكي ويا حد عاجبي ويا عيوني هواية احركهم، فاذا اخلي عليها مادة هواية راح تتراكم المكياج عليها. احكي لكم شغلة واقعية، مو الكل راح يعجبهم، بس الحقيقة هي انه الفاونديشن المكياج شغلة مو طبيعية، اوكي؟ فاكيد لما نخلي مادة على الوجه على البشرة، البشرة ما تمتصها راح تبقى على السطح، اوكي؟ احنا نقدر نخفف نمنع شقد ما نقدر انه الفاونديشن يتراكم بين التجاعيد، بس مستحيل نقدر ننفي نهائيا، اوكي؟ فنقدر نسوي اللي نقدر عليه، ضروري تستعملون الخطوات الصحيحة حتى تقدرون تخففون من هذا الشيء يصير. فبهذيك الأماكن اللي عندكم تجاعيد بها ضروري تستعملون مادة أقل، شقد ما تقدرون تخففون من وضع المكياج عليها كل ما أحسن. قبل ما أثبت الفاونديشن بسيتنج باودر أريد أجيب باودر بوف، تقدرون تستعملون بيوتي بلندر طبعا إذا يعجبكم، وأريد أثبته أضغطه بالجلد، وإذا أكو أي شيء زايد الباودر بوف راح يشيل إياه. بهالحالة الفاونديشن يصير عينا مثل البشرة، يعني ما تحسوا قاعد لي فوق، لأنه كل ما يقعد الفاونديشن فوق السطح مال البشرة كل ما راح يريد يدور له على مكان يتراكم به. لاحظتوني عفت هاي المنطقة هنا أنا ما حطيت لها فاونديشن، لأنه راح أسوي مكياج العين حتى أي آي شادو يوقع هنا أنا أقدر أشيله بسهولة بعدين بدون ما أضطر إنه أمسح المكياج كله. وأنا شخصيا على روحي أحب أسوي مكياج الوجه كله الأول قبل ما أسوي مكياج العيون، بالنسبة للزباين لا أسوي العيون الأول. بس أريد أغطي الصبغ اللي صاير على القصة مالتي. راح أجيب color corrector، هاي ما كرايول همني عندهم، هاي الديوز كلش حلوة، فراح أستعمل اللون الغامق هذا، أوكي؟ هذا لون بني تقريبا، شوية أغمق من لون بشرتي. فعادة تشوفون color concealers الموجودة هيجي ألوان، عادة هذا اللون أستعمل الجو العين همينة همينة يصير كلش، بس لما أستعمل هذا يحتاج أغطي ويا فاونديشن، فهذا ما راح يفيدني ويا هذا اللون، لأنه هذا اللون جوزي، you know، مال صبغ مو هالات سودا، ما كل لون بنفسجي جواها. فراح أستعمل هذا اللون البراون تقريبا، خلينا نقول أغطي. ولما تسوون سبوت كونسيلينج ضروري تسوون ضغط، لا تمسحون، أوكي؟ ضغط راكموا المادة شكل ما تقدرون عليها، وضروري جدا همنا رأسا تثبتوها بسيتنج باودر. السيتنج باودر بهالحالة كلش ضروري، إذا تسوون كونسيلينج سبوت كونسيلينج أي نوع الكونسيلينج تحتاجون تسوون تثبيت ويا السيتنج باودر. تقدرون تستعملون البودرة المضغوطة أو البودرة الحرة. هسا أجيب السيتنج باودر، البراود باودر مالتي المفضل هو مال كرايولن، قلتكم هواية عليه بالفيديوهات مالتي السابقة، لأنه فعلا يسوي بلورينج، كأنه ينطج فلتر وانتي ماشية تمشين ويا فلتر يمشي وراك، يشيل من اللمعة شوية، بس انتي هاي تقدرين انتي تسيطرين عليها إذا تحبين تشيلين اللمعة نهائيا أو تسوين الميك اب مالتش كومبليتلي مات. فراح أخلي أول شيء على المنطقة اللي سوينا لها كونسيلينج، ورا تشوفون ما حاطه هوايه على البرشم، ضروري انه لما تخلوه على العين تخلوا جو الرموش همينه، لانه انا عاده المكياج اللي انا استعمله دائما اخلي اي شادو جو الرموش، فاذا تخليون باودر قريب كلش عند الرموش يمنع من المسكارا والكحول بشكل عام تفاعل ويا الدهون مال البشره فما يصيح. الحواجب همينه ما تحب المواد الرطبة كلش، فتأكدوا إذا صار عليها فاونديشن إنه تخلوا لها باودر هواية حتى يمتص كل الدهون. هسا شوفوا شلون حلو راحت المسامات، تشوفون الفرق بين هنا وهاي الجهة، تشوفون هنا مو بس اللمعة موجودة بس همينة البورس إذا مبينة عندكم واضحة، هنا لا الفاونديشن كأنه انضغط ويا البشرة صار كأنه بشرة ملسة سميث،
هاي لا، كأنه بشرتي دهنية وعندي مسامات هواية كبيرة. هسه أبدأ بالكونتور أني شخصيا، هاي خطوات مادي، لأنه مكياج سهرة راح أسوي الكونتور شوية شارب أكثر من العادة، حاد أكثر. أحب أستعمل برشة أنجل برش للخدود، راح أستعمل لون همين أغمق من العادة. الكونتور باليت هي مال تانت، شيلوا الزايد دائما على ظهر الإيد أو على تيشو حتى ما يصير هواي، وبعدين تحتاجون تفركون هواي حتى تسوي البلندينج. أبدأ من هنا لأنه هذا الجهة أعرض شي بالوجه عندي، وأنزلها باتجاه الفم بس ما أخليها توصل عند الحلق، وهنا أنا أسوي لها رفعة هيجي حتى ينطيني هاي الليفتد تشيك بون افكت. استعمل ارفع جزء مال الفرشة، احاول اسوي خط قد ما اقدر اسوي عدل اكثر ما ممكن، اركز على هاي الجهة لان هاي الجهة اعرض شي عندي، وهنا انا فوق قريب عند العين. صار أنا تقريبا عدل، ومن جوا أسوي له الخفيف بدون ما أخذ مادة ثانية، بس نسوي له بلندينج. بالنسبة إلي ما يرهم لي أسوي هاي الكسرة بحيث حتى يبين الخشم مرتفع، فأخليه مثل ما هيجي. بس أريد أسويها بلندينج بعد أكثر لأن ما أحب أي خط يكون واضح، بس أعمل أنجل برش أكبر وبدأ أسوي لها بلندينج لفوق. هسه راح اسوي الحواجب. القلم اللي استعمله مال واي اس ال، مودة الحواجب هسه رجعت طبيعية الحمد لله، ما نحتاج نبالغ اي شيء. اللون اللي تستعملوه للحاجب دائما تأكدوا انه يكون درجة او درجتين افتح من لون شعركم. حاولوا لا تنزلون الحاجب لجوا حتى ما ينطيكم ساقي افكت، ينطيكم رفع اذا تخلوه ينتهي بزاوية. أحب أثبت ها همين وأصبغ لون الحاجب مالتي لأنه حاجب مالتي كلش غامق بآي براو جيل، هاي مال إليزابيث آرن. إذا لون الحاجب مالتكم غامق أكثر بهواية من لون شعركم، أنصحكم تسوون حركات ويا اتجاه الشعر وعكسه همين حتى ينصبغ زين. لانه اللوك مالتنا اليوم برونزي، بدل ما استعمل بلاشر راح استعمل برونزر اللي دا استعمله همينة مال تارت، ودا اخبط اللونين سوا هذولي لانه الفاتح فاتح زيادة عليا والغامق شوية تو غامق عليا، زايد كتو واخلي اجيبه على الخد، ولانه برونزر مسموح تجيبوه اقرب عند الخشم، ونبدأ نستعمله عند الجبهة قصة احنا نسميها بالعرق، والهايلايتر اجي له هسة لو بعدين. يلا خلي له هايلايتر هسة. راح استعمل الهايلايتر مال أوفرا لانه لونه يجنن ويمشي همنا ويا لون بشرتي على عظم الخد. خلي صعدوا لي فوق، تخلوه على الشن همنا وعلى فوق الشفايف. هاخذه بأصبعي أخلي عند عظمة الحاجب، إذا تحبون تخلوه على الخشم همينة أنا شخصيا ما أحب أسويه. راح أبدأ هسا ويا المكياج العيون. رحت أستعمل الباليت مال شارلوت تيلبري اللي هو بيوتي جلو باليت مالت، ألوانه حلوة، ومال أوفرا همينة مال العيون هذه الألوان مالتها كلها ذهبية برونزية، ترهم ويا كل الأشخاص بكل الأعمار كل ألوان البشرة همينة. أريد أبدأ بلون مات أخلي على كل الجفن مالتي لأنه دا أسوي لوك برونزي، راح أمشي على لون أغمق من العادة. عادة أنا أخلي لون نيوترال طبيعي أكثر على الظل كله، بس هالمرة لأنه دا أريد أسوي برونزي راح أخلي لون أغمق اللي هو هذا اللون البني. راح امشي ببرشة فلافي واخليه على كل الجفن.
ركبوا الاي شادو تركيب بالاول وبعدين نسوي له brushing out حتى تسوي له blending. بهالحالة تخففون من انه الاي شادو يوقع عند الخد. ونفس الشيء راح استعمله ويا اللي ظال على الفرشة، اخلي جوا الرموش الجوانية. تأكدوا لما تسوون البلندنج انه تسوي بلندنج اللي فوق، رفعوا باتجاه الخارج up and out حتى نحصل على هذا الرفع مال العين. اذا عينكم نازلة من هنا، اذا الجفن مالتكم نازل من هنا، تجاهلوا هذه المنطقة، خلي نقول هيجي، وخلوا جيبوا الاي شادو وخلوا اللي فوق هيجي. هسه اريد اخلي لون فاتح بلمعة عند نص الجفن، بداية الجفن لنص الجفن، وتخلوا من نص العين فتحوا وشوفوا وين عظم الحاجب، هنا نزلوا شوية منه وخلوا هذا اللون عليه. قدموه لبداية العين عند هاي الزاوية همينة. هذا اللون اللي بدي استعمله مع شارلوت تيلبري. هذا الباليت بالذات مع شارلوت تيلبري يمشي ويا كل ألوان البشرة الفاتحة والغامقة. فإذا أنتي بشرتك أفتح من بشرتي، أنا حاليا استعملت هذا اللون الوسطاني هنا حتى أفتح هاي المنطقة. إذا أنتي لونك أفتح من بشرتي روحي على هذا اللون، وإذا أنتي أغمق امشي على هذا اللون. شفت شلون رأسا فتح عيننا وكبر منطقة الجفن المتحرك. نفس هذا اللون راح استعمله جوا الرموش الجواني. هسه اريد اجيب لون اغمق اخليه بالزاوية الخارجية، همنا اريد اخلي اللميع يكون شوية بشيمر، مو جليتر، ما راح استعمل جليتر اليوم بس راح امشي ويا الشيمر. راح استعمل هذا اللون الوسطاني من مال اوفرا، السيجنتشر اي شادو باليت راديانت ايز. اريد استعمل برشة شوية اصغر، اخلي من الثلث الاخير مال العين اطلع لي فوق للخارج. وتأكدوا انه لما تخلوه ترفعوا لي فوق up and out up and out دائما. اللمعة مالتهم هذه الـ two palettes كلش حلوة السهرة حتى مع النهار همنا. اذا عندكم مناسبة حلوة مع النهار همنا هذا يمشي كلش حلو، ويمشي للناس اللي ما يحبون يستعملون مكياج ثقيل او الوان طاغية، ويمشي همنا ويا كل الوان العيون همنا. راح اجيب brush angled واخلي هذا اللون جوا رموش الجوانية بس عند الخارج بس. بعدين اسويها blending حتى اخبط اللون الفاتح ويا هذا اللون الرمادي الجوزي اللي حطيناه. هسه اريد اسوي outline للرموش ماتي، فأريد استعمل جل لاينر بس راح نسوي له blending. اريد يبقى الانتباه على مكياج العين مو على الايلاينر بالضبط. اريد اخلي كلش قريب عند الرموش وبس انطي شويه رفعه بالاخير، ما اريد امد العين نهائيا. ساريد اجيب الجل لاينر، اريد اخلي بداخل الرموش الفوقانيه حتى هم يحدد لي العين. حتى اكبر العين راح اخلي الكحل بس بنص العين، بس عند الجزء الملون مع العين. واجيب قلم لونه لون فاتح كريم يعني، اخلي عند داخل العين حتى يوسع العين ويصحصحها. العين تعبانة تبين نشطة. واخليه بالجزء الاخير اللي ما حطيت بيه كحول، هاي راح يمد لك العين يوسعها. وشدي طلعي للخارج. وهسه بما انه الجل لاينر نشف فوق الرموش الفوقانية، اريد اخففه باي شادو جوزي، فراح امشي فوقه ويا اي شادو براون. راح استعمل البراون اي شادو اللي استعملناه من شارلوت تيلبري، وامشي فوقه على الخفيف حتى شوية اسوي له بلندنج حتى ما يصير لون كلش طاغي. هسه اريد اسوي كيرلينج للرموش ماتي.
حتى احضرها للمسكارا. قبل ما اخلي المسكارا احسن شيء ارفع شعري حتى ما يصير على الشعر. وهسه اعمل مسكارا مال سيلي جورج. راح اخلي لكم كل منتجات اللي استعملتها طبعا بالوصف او بالتعليقات. ركزوا المسكارا همينة عند الرموش الجوانية حتى تحصلون هاي المد اللي رسمناه ويا الكحل. هاي المسكارا راح تكمله ويا هاي اللوك، لانه تخلي كل شيء طبيعي. انصحكم تستعملون رموش يا اما خارجية بس، يعني هاي اللي تجي نص، او تكسوها بالنص تخلوها بس بالرموش الخارجية، او تستعملون الانديفيدجوال وانز الوحيدية. انا راح استعمل الانديفيدجوال وانز، اخلي كم وحدة بس من كل جهة. هسه نجي ننظف المنطقة جوا العيون. اجيب البرايمر مال الوجه اللي حطيناه وقطنايه، وانظف على كيفي. بهالحالة احنا بدنا نحضر منطقة جوا العين هي من الاستقبال الكونسيلر بنفس الوقت. سنخلي الكونسيلر الكونسيلر بس اللي بقى على الفرشة نستعمله اخلي عند القصة، ما اخلي مادة اكثر، واسويها بلندنج ويا الاصبع. المهم يحتاج نثبت الكونسيلر. طبعا راح نستعمل الترانسلوسنت باودر مال كرايولا، اخلي كلش خفي. ومن شارلوت تيلبري عند هالوندر جلو كريم حلو بلمعة، راح اخليه على الرقبة، اخلي بهاي الاماكن وين الضوء عادة ينعكس عليها. وهذا هو اللوك الاخير حبيباتي. اتمنى عجبتكم هاي الحلقة واستفدتوا من النصائح اللي انطيتكم اياها والخطوات اللي مشيت وياكم بها. إذا عندكم أي سؤال أي استفسار ياريت تعوفوا لي بالتعليق جوا، تشاركون قناتي وتعطوني لايك. أشكركم على المشاهدة وأشوفكم المرة الجاية.